ممكن انه يسهلوا لنا حياتنا مع دومينيك وتي في شوبينج. صباح الخير، كيفك اليوم؟ كيفك انت؟ بصل هونيك وبصل بصل هون وبصل افريوير. عم تبكي مشان هيك كثير عم بتدمعي. شو بدنا نحكي اليوم؟ اليوم عنا تو ايتمز مع قفر بيجي معهم لعتنيناتهم. انا ما خصني انت ما خصك ومش لحديت الساعة واحدة. اتس ان اوبن اندد اوفر. شي كثير قوي، شي كثير حلو. عظيم. الغرضين يلي رح نحكي عنهم هن اليوفي الترا فاك والسلط بلاس. فينا نبلش بالسلط بلاس نخلص من غراض المطبخ ونكمل على العزيل اذا بدك. خصوصا هالاسبوع هلا هيك بيزيد الطبخ والاعياد وهيك والتحضيرات بتكون مجنن. مضبوط. السلط بلاس غادة هي مكنه فيها عدة قطع وكلهم كل وحدة بتعمل شغلة. هلا هيدا الجات يلي بقلبه هو كرمال وقت نكون مغسلين الخضرة، وكثير اوقات بدنا نقعد ننشفهم ونقعد ساعات ونحطهم بشقف كرمال ما يترتبوا ويضلهم رطبين لنقدر نستعملهم. وحسبي كمان اخر تكة اجيك حدا بدك تغسلي السلطة ما إلك غير تحط السلاد هي ومي بقلبها، منسكرها بهالطريقة ونبرم هاي كرمال تزت لهم الميات تبعهم، بصيروا بيطلعوا من المصفية لبرا كلهم بتنشف بهون. وهي وبعدها عم تبرم في زر هون ستوب، ساعات بدنا نوقفها ما قلنا غير بتسمع الكلمة كتير، نفتحها وما قلنا غير نزت المي ونكمل شغل بالسلاد. هلا بيجي معها عدة روس ومثلا هاي هلا بفرجي على نفس البول يعني على نفس هلا هيدا البول فينا السلاد اللي بنعملها هون فينا نقيم الستيكر عنا ونستعملها تو سيرف فيه لانه بول كثير كبير يعني بيساع حجم سلاد كبير فينا نخلط فيها لعائلة يعني لعائلة الحجم الكبير. هلا احسبي اذا حطيت هيدا الراس عليها في له هيدا مثل ما بدي فرجي هون. اوكي هيدا الراس يلي هو مقطع سكويرد يعني فينا نقص شو ما بدنا سكويرد فيها. مثلا انا بدي احط هلا هون شقفة جبنة، حسبي اذا بدك تعملي جريك سلاد ما قلنا غير نسكرها وبينزلوا الجبنات لتحت. شو بدنا فينا نحط البصلة لخلصك منها وحياتك هي خصوصي لإلك. ها شوفي شو حلو بلا ما تتلي ريحة ايديك. نزلت البصلة لتحت وخلصنا غادة من البصل. هلا بسكر لك اياها ارمتيك ما بقى تعتلي هم. حسبي بدنا نحط البندورة. هلا يجولي البندورة لازم تكون كتير قاسية حتى ما تتفرفط. ان شاء الله تكون هاي زبطت. ليك باي سرعة صرنا هارمين ثلاثة انجريدينس يعني انا جايبة شوي اليوم بس تنقدر نفرش. اذا واحد بده يعملهم كلهم مثل بعضهم ويكونوا زيت الحجم زيت الحجم وهيك بتطلع حلوة اكزاكتلي exactly. بتطلع كثير مهضومة. هلا حسبي في عندي هيدا الراس فيني احطه، هيدا فيك تهرمي شو بيقولوا نفرم فيه اجبان اذا بدك اياهم على سيزر سالاد. حسبي رابي انا هلا اليوم جايبه معي أو جزرة مزبوط. في كثير اوقات بنعمل سلاد مع جزر بتطلع كثير طيبه. ما قلنا غير كمان بهالطريقه نحطها هيك ونعملها يعني كله اتس فيري سمبل فيري ايزي تو يوز وبعدين بتستحلي تستعمليهم يعني اتس فن مش انه شيء قاعده عم بتقصقصي دوفوار ومش حابينه. هلا انا رح اقيم هيدا الراس وهيدي بدي اقيمها كرمال حط وينوي هيدا. هيدا مثلا اذا بدك تعملي حسبه ملفوف او خيار بدل ما نقصهم سكويرد قصيهم سلايسز. حتى فيك البصله اذا بدك اياهم جوانح مقصوصين مش سكويرد مثل هول ما الك غير تمرقيها. واذا ان يور كيس بتكرهي البصل بتكرهي ريحتهم بتشكي البصله بهاي. بضلني لاخترع بصل بلا ريحه. بتحطي البصله بهاي وبتمرقيها هون بهالطريقه بتنزل سكويرد. هلا انا جبت معي ملفوفه بس تفرجي انه اذا قطعناها بهالطريقه ليكي كيف عم بينزلوا تحت عم بيبينوا كثير هين. انا اسال شيء عندي البصل والملفوف هرمون لانه بتحسي نص ضفيرك راحوا مع الفرم.
بقى بهالطريقة بتكوني عملتيها وخلصتيها very easy to use وكتير مهضومة، يعني you enjoy. بتصير بدك تخترعي ingredients زيادة، مش انه لانه كلهم كل شيء له شيء، يعني مزبوط. ما في ولا يعني ولا شغله ما لها طريقه انه يا تنفرم يا تنقص. مزبوط. وحسبي خلصت السلاد، بعد عندك شويه وقت تو سيرف ات، فيك تسكريها بهيدا الغطاء وتحطيها بالبراد بلا ما تطلع ريحه البصل والطعم، ترجعي تفتحيها وقت الاكل وخلصت. جيبي لنا شوكولا مرت الجاي، مرت كارلا بتعرف بدنا نهرم شوكولا بقلب تبع السلاد، بدنا نسال كارلا كيف. اوكي، هيدي لكن السلاد اليوم حقها 72 دولار، وعاملين اليوم مع أفر تبع الكيبيز يلي هي اصلا حقها 33 دولار، بيجي منها لونين الاخضر والاورانج. الكيبيز كثير بينفعوا بدل ما تحطي لهم مثلا الاغطيه الالومنيوم فويل او هول النايلون يلي عاده كثير صحون او بولز بقي عنا اكل فيهم، ما بدنا نحطهم بالتابروارات. هول اغطيه كرمال تسكريهم بحيل، فيك تحطي حيلا شكل تحتهم، يعني مش لانهم هن مدورين مجبورين حط شيء مدور تحتهم. أوكي. في يكون سكوير، في يكون بحيلا حجم، فيها تكون كبايه صغيره على راس كبير. ما في اي مشكله ابدا. هيدي كيف تشتغل سيستاما، تكبسيها نزول وخلصت يا حيه، قطعت الهواء كله، تسحب بتعمل مثل فاكيوم لتسحب، وبعدين وقت بدك تفكيها وبعدين هيدي ها نزلتها ولا نقطه مي نزل منها. اوكي، يعني سحبتها كومبليتلي، وقتها بدنا نرجع نفكها، ما قلنا غير نكبس هون وخلص على الطرف يلي هو على الطرف يلي هو معمول هون طالع طلوع. أوكي. بيسحب بيرجع بيفوت الهواء فيها وبتنقم، بتعمل لها الفاكيوم بينقم. اوكي، سو القفر اليوم مع الالترا فاك والسلاد بلاس هو الكيبيز، هن خمسه، هن خمسه اغطي، ما بيجي التابر وير تبعهم من تحت، ما بيجي الكونتينر، نحن عم نستعملهم لنكون بالاغراض اللي عندنا بالبيت. مزبوط، بكل هول الاحجام. صح. إيه؟ أوكي. صح، وبيقدروا المشاهدين يطلبوا حيلا لون بفضلوه هن، واذا بيحبوا يشتروه كمان لحاله بلا الايتمز الثانيه بيقدروا يطلبوه، حقه 33 دولار. اوكي. اوكي، هلا ثالث ايتم معنا هي اليوفي الترا فاك، يلي هي انا بقدر اعتبرها دواء للبيت، يعني لصحتنا، خاصة لروايينا والالرجي البروبلمز اللي ممكن يكون عندنا اياهم. كل الناس اللي عندهم الرجي. صح. هلا هيدي شكلها مثل المكنسة الكهربائية يلي بنستعملها، بس ان فاكت هي بتشتغل كثير اكثر من هيك. اليوفي الترا فاك بدي اقربها شوي لعندي هون، هي مكنة بتشتغل على ضوء اليو في، الضوء اليو في يلي هو بيقيم الميكروبس كلها، هو اللي بيقتل الجيرمز. مثل ما بنشوف هون في لها لمبة، هيدي اللمبة يلي هي اليو في، بس إذا برمناها بهالشكل ما بتضوي، يعني لازم تكون إجريها مكبوسين كلهم على السيرفس اللي عم نشتغل عليه لحتى كرمال الضوء. مظبوط، كرمال الضوء. هلا نحن كثير اوقات بننام وبنقوم بسيمبتومز بعوارض عم بتضايقنا كثير اوفر سيرتن بيريد اوف تايم، يعني بلا ما نعرف نحن بنعتقد انه بروبلي بنتقس الالرجي او انه بنكون عم نعطس كثير، راسنا عم بيجعنا، عندنا كورباتور، هول كلهم ما بنعرف سببهم ليه. ثلاث ارباع الاوقات بيكون من البيد باجز والمايتس يلي هن موجودين بفرشاتنا وبمخداتنا، هن بيتغذوا من الديد سكن ومن الريق ومن العرق يلي نحن بالليل بيطلعوا بلا ما نحن نعرف، يعني ممكن يكون في عندنا بفرشتنا حوالي مليونين من هول المايتس الصغار يلي هن مايكروسكوبيك. يعني فيلم رعب عن جد، مثل بالليل بيهجموا عليك. ثرو هيدي المكنة بنكون عم نقضي على 99% من الجيرمز يلي هن نقضي ونتخلص، نقضي ونتخلص، يعني مش بس عم نقيمهم، عم نقيم البيض تبعهم، يعني عم نقيم تيرمينالي جذريا الدي ان اي تبعهم. وهن وين بيتعبوا؟ بيتعبوا بهيدا الفلتر يلي هو هون، الفلتر يلي معمول من نوع ورق بيلزقوا عليهم. هيدا الفلتر نقدر ننظفه
very easily بمي وديترجن. لك الغبره هلا طلعت هون هلا نحن عم نعملها بهيدي الفرشايه لنقدر نفوتها مزبوط على الاسنان يلي هن محشيين غبايل، وبنرجع بنسكرها بهالطريقه كثير سهله طريقه تنظيفها، وبنرجع نكبسها هون وبنسكرها. هلا مش اهم شيء نقدر كل ما نغير شراشف التخت نقطع هيدي المكنه على الفرشه وعلى المخدات، يعني بدل ما نحمل الفرش الفرشات نحطهم بالشمس ونهويهم برا ونحطهم بالشمس، اجتنا طريقه كثير اسهل وصحيه اكثر، لانه حتى برا ما فيك تتخلصي منهم تيرمينالي. مثل سينز انه بالعكس على الحماوه والشمس بيزيدوا بيزيدوا لانه عم بتعبي غباير اكثر، ويعني ما عم تنقضي عليه، عم بيقيموا يلي على الوجه ما عم بيقيموا يلي من جوا. اوكي هلا هيدي بنمرقها بهالطريقه على الفرشات وعلى المخدات، وفينا كمان نستعملها على السيرفيسز مثل البراده يلي بحشوا كمان غبير، وما فينا كل سنه او كل موسم نفكهم نبعتهم على المصبغه. فيها كمان تستعمل غدا مش بس على الفرشات، فينا نستعملها على الارض كمان بطريقه مثل الهوفر لانه لها هاندل طويله، والمهضوم فيها انه بتنزل ليكي قد ايه فينا بالهاندل نتمكن فيها، فيها تنزل تحت السيرفيسز يلي كثير ضيقين يلي اصلا هوفر ولو ممكن تنزل من تحتها. وبتستعمل كمان على الباركيه على السجاد، ابدا ما بتجروح ما بتجروح ابدا، وبتشفط كل الغباير يلي محشيين خاصه بالسجاد وبالباركيه يلي بنقول ماشي بيعلم عليه كله، بس هو انفاكت بين الفخويت تبعه بحش كثير بحط مزبوط. هلا بعد لها ثالث وظيفه فينا نفك راسها من هون ونحط فيها هيدا التيوب كرمال نقدر نفوت وننظف الزوايا او السكك يلي هن عادة ما فينا نوصل لهم بالمكنسة العادية. هيدي لأنه راسها تشوفي غدا شفتي شو رفيق بتقدر تمرق على كل تمرق على المحلات اكزاكتلي على المحلات يلي هي ضيقة، وبتشفط عندها سرعة شفط قوة شفط كثير قوية، رح دورها نكزة بس تشوفي صوتها، يعني هي شكلها صغير حتى بتبهي ما يشفط لك شيء هياكلها يعني عن جد قوية. وهون ببين من هيدا الفالف يلي هون قديه بيقب وقتها بتدور عم تاخد على كل وقت اللي بينطفوها المشاهدين وقتها بيفكوها وبينطفوها ببين قديش محشية أخدت. اشياء اكزاكتلي مش قدر يعني ما مقدرين نحن قديش محشيين. سعر اليوفي الترا هي 140 دولار، وكمان مثل ما قلت بيجي معها الاوفر تبع كيبيز يلي هن لونين بيقدروا ينقوا يلي هو يلي بيعجبهم. عظيم. اوكي بهيك بنكون ختمنا حلقتنا. برجع بذكر بس هونيك بالسعر بالسلاد بلس حق 72 دولار مع الاوفر كيبيز، واليوفي الترا فاك 140 كمان مع الاوفر كيبيز واوبن وعجبتني اليوم اوبن وعبر التليفونات المبينه على الشاشه كل النهار، لكن مش بس لغايه الساعه واحدة مثل العاده انما كل النهار. فانا بنصحكم عن جد تقدروا تستفيدوا من هالاوفرات اللي بس بتاخذوها عبر عالم الصباح والتي في شوبينج مع دومينيك. ميرسي لك ميرسي غاده. نهار السبت. الله لا راد بريك صغير ونرجع من تاني.